أزمة جديدة يواجهها قطاع حيوي آخر في البلاد هو قطاع صناعة الورق في مصر، التي تأثرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب عوامل عدة، أبرزها تعويم العملة المحلية وارتفاع سعر الدولار، مما أدى إلى حالة من الركود في الأسواق. الغلو يعني في الورق بطريقة رهيبة جدا، مش الحاجات دي بتيجي مستوردة وبتيجي بالدولار، طبعا الدولار بعد ما تعوم الجنيه بقى سعره عالي جدا، فالحاجة بتيجي غالية جدا، فبس فدي منعكسه برضو على حركة البيع وقلت جدا يعني في الورق. السبب الرئيسي هو ارتفاع سعر الدولار، والأحبار زادت والورق ارتفع بطريقة فظيعة، وحال المطابع كلها وقف معنا الأصح، مش أنا بس، لا في مطابع كتير قفلت. الأزمة لم تضرب قطاع عريض من أصحاب المكتبات والعاملين في هذا القطاع الحيوي فقط، لكن تأثر بها أيضا عدد من المواطنين. توافر العملة واختلاف سعر الصرف بين السوق الرسمي أو السعر الرسمي والسعر الغير رسمي بيخلي كل واحد من المستوردين تختلف تكلفته عن الوضع السابق. النهاردة الأسعار ما تقدرش، النهاردة زبون لما بيجيلي بيقولي مثلا أنا عايز عرض سعر لشركة وبتاع، ما بتفش، ما بطلت الحاجات دي أصلا، إن النهاردة لما تفي مع زبون تيجي ياخد الأسعار بعديها بيوم الأسعار بتزيد. صناعة الورق في مصر تعد واحدة من الصناعات التي تأثرت كثيرا بعد قرار تعويم العملة المحلية، فمصر تنتج نحو 200 ألف طن سنويا في حين تستورد نحو 60% من الورق، وارتفاع أسعار الدولار أثر على التعاقدات القديمة وسبب خسائر فادحة للعاملين في هذا القطاع. محمد رياض، الحال اليوم. أهلا بحضراتكم. خلاصة القول، لو كان الدولار رجلا لقتلته. الحقيقة عندنا أزمة في كل شيء، كل السلع فيها ارتفاعات جنونية ما عدا الفراخ. سبحان الله، برضو هرجع للفراخ، ما عدا الفراخ اللي الحكومة قررت. ما علينا، خلينا الموضوع الفراخ دلوقتي على جنب. احنا هنا نتكلم عن قطاع في منتهى الأهمية، لأنه مش بس قطاع متعلق بالاقتصاد والفلوس، لا، ده قطاع متعلق كمان بالثقافة والوعي وتشكيل الرأي العام. فعندما يتأثر مش هنخسر فلوس بس، لا، هنخسر أدمغة وهنخسر فكر وهنخسر قراءة وهنخسر اطلاع وهنخسر أجيال كبيرة ممكن تفتقد إلى التنشئة الثقافية اللي احنا تنشأنا عليها. ضيوف الكرام اللي مشرفيني النهاردة في الحياة اليوم، كاتبنا الصحفي وصديقنا العزيز الأستاذ عماد الدين حسين. أهلا بك أستاذ عماد. أهلا بك حضرتك. مشرفني أيضا أستاذ أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات. أهلا بك أستاذ أحمد. ومشرفني المهندس إسلام عبد العاطي، رئيس أو صاحب دار نشر اللي هي روافد. ازيك يا باشمهندس؟ ازي حضرتك؟ ليه باشمهندس وصاحب دار نشر؟ دي ما لهاش علاقه، بس منورنا في كل الاحوال. هو فعلا لو كان الدولار رجلا طبعا لو ولعت فيه مش قتلته طبعا. انا عارف ان الصحافه يعني مش متاثره، موجوعه بشده، ولاول مره نسمع كلام عن انه ربما الصحافه الورقيه تنهار بسبب اللي بيحصل اليومين دول. أولا بس بمناسبة الفراخ، أنا قبل ما أنزل مراتي كانت في جدل معايا جديد لزيادة المصروف لأسباب كتيرة جدا، منها زيادة الفراخ. بتقول لي أسعار الفراخ معرفش الكيلو بيه 25 أو 26 حاجة بجد؟ اه والله، ده لسه يعني من ساعة، أقل من ساعة. طيب فدي معلومة كده على السريع، وبحاول أجدول. أيوة، المهم الخناقة خلصت على إيه؟ الخناقة فرضت وجهة نظرها بس طبعاً. تمام كده. فيما يتعلق بالصحافة، أنا كتبت حاجتين الأسبوع ده، المصير المظلم الذي ينتظر مهنة الصحافة وأفكار لمنع الانهيار. طبعا قبل الزيادة، قبل الأهرام كان فيه اجتماع حصل بين رؤساء التحرير ومسؤولي وأصحاب الصحف في الأهرام من حوالي 3-4 أسابيع، وتم قالوا أن السعر الورق رفع تكلفة الطباعة 77%. أوف. وجي جواب من المؤسسة، سمعتوا الرقم؟ 77% مدخلات اللي هي الورق والالوان مدخلات اصدار الصحف. جي جواب رسمي من مؤسسة الاهرام للصحف التي تطبح في الاهرام انه بدأ من 15 سبتمبر سيتم زيادة اسعار الطباعة بنسبة من 77% ل 80%. هذا الخبر كارثة بكل المقاييس. ليه؟ لانه قبل هذا القرار وبدون الدولار وبدون الطباعة حال الصحافة المصرية كان كارثي. صحيح، الصحافة الخاصة كلها الأكثر تأثيرا عندها مشكلة كبيرة جدا
في المرتبات وانتظامها ومرتبات الناس، لان الحصه الاعلانيه عشان الناس تبقى فاهمه الصوره، الكوتة الاعلانيه الاساسيه في السوق قلت. صح. مش عشان مصر بس وازمتها الاقتصاديه، عشان المنطقه وحصه الكوتة الاعلانات في المنطقه انخفضت. مظبوط. طيب لا، وبعوامل اخرى منها كتير. الصحافه التلفزيونيه والمواقع الاخباريه تمام، فبدات تنزل. فانت عندك مشكله، الناس كتيره مظاهر، هي مرتبات ما بتنتظمش، ناس كتير عملت تقليل في التكلفه، مشيت ناس، عملت كل ده، وانا بتكلم لسه الدولار ما غليش. صح. جه الدولار وجه المساله دي، في خطر حقيقي لانهيار الصحافه ما لم تحدث معجزه. النقطه الجوهريه احنا دلوقتي بنتكلم عن انهيار حقيقي، مش تاثر، مش خساره. ليه؟ لان انت بتكلم فيه، انت بيجيلك قد ايه وبتصرف قد ايه. مظبوط. والتقشف مهما عملت هتوصل لحد فين. السؤال الجوهري، الدوله مفروض بتنظر للصحافة دي ازاي؟ اولا خلينا نتفق نقول الصحافة مش بس في الصحافة القومية عندها نفس المشكلة واكبر، بس فيه انسولين وكورتيزون بيتم ضخه كل فترة، فالامور ماشية. لكن صحافة قومية، كلمة حتى صحافة قومية انا اظن مفروض نعيد النظر فيها. الصحافة القومية كلمة قومية متاخدة من ايام ما كان الاتحاد القومي هو اللي بيشرف على الصحافة. صحيح. هي صحافة اقرب الى الحكومية، على الدولة ان تنظر الى الصحافة كلها نظرة واحدة. وان ده جزء حقيقي، مش الصحافة بس الورق، الصحافة والاعلام اللي هو الحياة. صحيح. والشروق والمصري والوطن والأهرام والأخبار والتلفزيون المصري، ده جزء الحقيقي بتاع قوتك النعمة. صح. إن لم، ولما كمان تاخد حط فيه جزء مهم في الاعتبار، إن الأحزاب السياسية بعافية شوية وتعبانة ومش مؤثرة، مفيش حاجة تصد أي عوامل تطرف أو إرهاب أو عنف أو تغيير أو غسيل دماغ إلا الإعلام، اللي هو وقف في كل المحطات الرئيسية بغض النظر كل اللي بنقول عليه. الإعلام المصري خصوصا الاعلام الخاص صح، كان هو اللي وقف الوقفه الحقيقيه في كل الملمات الحقيقيه اللي واجهت مصر واخرها في 30 يونيو. مش هو اللي عمل 30 يونيو، لكن هو كان احد الاسباب. لا لا لا، كان عنصر طبعا عنصر. فبالتالي الدوله المصريه، مش الحكومه، الاعلام الخاص والاعلام العام ده بتاع الدوله كله. لو الدوله او الحكومه تركت الاعلام المصري ينهار بهذه الطريقه بما فيه الاعلام الخاص، من الكاسب ومن الخاسر؟ بعض الناس اللي هم محدود الافق بيتصور له دي فرصه نخلص بقى من وجع الدماغ. لا قدر الله لو هذا النبوءه حصلت، سوف تجد قدامك المتطرفين اعلامهم مش تقليدي زينا. صحيح. بيبقى في الجامع مره، في الزاويه، بالاتصالات الخاصه، فهتلبس في الحيط بكل ما تعنيه الكلام. مظبوط. لا انت كده هتبقى تنازلت عن سلاحك طواعيه. سلاح رئيسي. فبالتالي الدوله المفروض تقعد منها من نفسها، مش هتدي دعم لفلوس، في 100 طريقه انك انت تقدر توقف في اعلانات، تقدر تشجع اعلانات، ممكن تقعد مع الناس. طيب خليني استوقف حضرتك هنا ثانيه واحده قبل ما نخش في الافكار والحلول. انا بس الاول بنشخص المشكله، اسمع رايك يا باشمهندس فيما يتعلق بالارتفاع الجنوني اللي حصل في اسعار الاوراق والطباعه وكذا، وانت ازاي تاثرت كدار نشر. والله هو الحقيقه المساله بالنسبه لصناعه النشر اقدم من كده شويه. يعني اقدم من فكره ارتفاع الاسعار وتعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار. بالنسبة لصناعة النشر، احنا عندنا مشكلة ان الدولة المصرية لا تعترف بصناعة النشر. لا تعترف؟ ما عندهاش حاجة اسمها صناعة نشر، هي مش شايفة ان في حاجة، ما فيش حاجة اصلا اسمها صناعة نشر في مصر. يعني ايه؟ بمعنى لو حضرتك عندك صناعة ما معترف بيها، هتبقى مهتم ان تسن القوانين التي تحمي هذه الصناعة. طبيعي. الدولة المصرية لا تهتم بسن القوانين التي تحمي صناعة النشر. هتبقى مهتم بانك تبحث مشاكل هذه الصناعه. الدوله المصريه لا تهتم ببحث مشاكل صناعه النشر. هتبقى مهتم ان هذه الصناعه تمثل قوه ناعمه ليك وتمثل عنصر تصديري ينفع يدخلك عمله صعبه. الدوله المصريه غير مهتمه بصناعه النشر كقوه ناعمه، ولا بانها ممكن تمثل عنصر تصديري يدخل عمله صعبه. طيب كل النفي اللي حضرتك قلته ده على اهتمام الدوله مبنى ايه؟ يعني اساسه علاماته ايه؟ علاماته ان انت مثلا فيما يخص القوانين، انت عندك صناعه بتضرب بالتزوير. لا توجد قوانين تمنع تزوير الكتب في مصر. لا في يا فندم. لا لا لا. في بس غير مطبق. لا لا ما فيش. غير مطبقة. تزوير الكتاب في مصر جنحه. ما زال جنحه. حضرتك يتقبض عليه. توضيح فيه. تدخل تخرج ب 500 جنيه. حملات لحد اسبوعين كانت موجوده. في مجهود عظيم. يعني لا، وتم القبض على ناس مزورين ومحاسبين. يا استاذ يتقبض عليهم. حضرتك صحفي مرموق تابع قضايا هؤلاء الناس. بيتم القبض عليهم، بيتم القبض عليهم، ومباحث المصنفات الفنيه عامله مجهود، عامله مجهود. حضرتك كصحفي كلف كده حد من عندك يتابع هذه القضايا هتوصل ليه.
ايه بقى توصل ليه يا باشمهندس؟ بان الشخص ده هيدفع 500 جنيه وهيخرج. ايوه اسمها قوانين بس غير مفعله، يعني لا توجد قوانين بشكل حالي. هو المعنى في النهايه ما هياش خاصه بس بعقاب السوق، ما هياش خاصه بعقاب المزورين فقط، وانما قوانين تنظم هذه الصناعه. قوانين تنظم هذه الصناعه كويس، قوانين تنظم علاقتها بالمطابع. تمام. طيب يعني بعيدا عن فكره ان في قوانين ولا لا، بس في واضح ان في ضروره لاعاده النظر في هذه القوانين، سواء في تغليظ العقوبات او في تشديد الرقابه. ده عنصر. فاحنا هنا بنتكلم عن فكره انها صناعه ولا مش صناعه. لو انت نظرت لها على انها صناعه هتبحث مشاكلها. تمام. احد مشاكلها بالمناسبه، احنا لما بنيجي نتكلم مثلا في الجمارك على الورق والاخبار والكلام ده، ما يخص النشر، والنشر هنا اقصد نشر الكتب الفكريه والادبيه والابداع الادبي اللي هو قوانين النعم اللي احنا بنقول عليها قوانين النعم، ده لا يمثل في حجم استيرادك للورق والكلام ده 5%. لا يمثل. انت 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 بتتكلم في استهلاك سنوي 500 الف طن تقريبا في مصر. ال 500 الف طن دول داخل فيهم بقى 500 الف طن. ده استهلاكك السنوي تقريبا. نص مليون طن. نص مليون طن. ده استهلاكك السنوي في مصر. الاستهلاك السنوي داخل فيه العبوه بتاعه الشاي. داخل فيه العبوات الدوائيه. ده ورق طبع بس. لا مش ورق طبع. لا ده ورق طبع. 500 الف طن ده ورق طبع غير ورق التجليد. حتى لو افترضنا بس انا شايف برضو انه قليل. انت بقى كنشر، النشر اللي هو احنا بنتكلم عنه انتاج فكري وابداع ادبي والكلام ده، رقم بسيط جدا في ده. طب هو انا معلش اسال سؤال قد يبدو سخيف. اتفضل. يعني في ناس هتقول لك دلوقتي طب وانت متضايق ليه وانت صاحب دار نشر؟ انت في النهايه راكب على المصلحه. بمعنى ايه؟ مش فاهم. بمعنى انه في النهايه انت هتحط المدخلات. هو سؤال سخيف فعلا قوي. هتحط المدخلات وتطلع سعر. هتبيع سعر. لا ليه، هو حضرتك بتبيع فول؟ عند في النهايه عند الناس سلعه. لا 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 ثانيه واحده بس، مع كامل احترام يا مع كامل احترام ده لبائعين الفول. النهايه مش قصدي، انا اقصد تبيع فول باهميتها. الفول لا انا بتكلم على الفول باهميتها. انا بتكلم على الفول باهميتها. حضرتك لو طبق الفول في النهايه في السوق، لو طبق الفول سلعه والكتاب سلعه، لو طبق الفول بكره ب 10 جنيه حضرتك هتشتريه مرغما. بالظبط. تمام كويس. ليه مرغمل؟ لا مرغمل لا عشان اكل وشرب، لكن بنتكلم على القراءه صعب. ممكن تجيب تفطر وتشتري كافيار. ممكن كافيار طبعا. لكن الكتاب انت بالفعل تستغنى عنه. تمام. ليه بتستغنى عنه؟ لان برضه نرجع تاني، انت صنعت او عملت على تنشئه مواطن متسلح بالمعرفه؟ لا ما عملتش على ده. اذا فانت ما خلقتش زبون. انت كمجتمع مفهوم ما خلقتش زبون. طيب يبقى الملمح الرئيسي عندك ان المشكله تتعدى فكره سعر ورقه او سعر طباعه او سعر كذا الى فكره منظومه النشر والطباعه في مصر. طب ممكن اسمع راي الزحمه بعدين اكمل. انا بس ان السعر ده كان فاضح بس. طيب هنجي لك لسه، بس انا بسمع بس انطباعات اوليه كده عن الكلام. اتفضل يا استاذ. انا عايز اتكلم على الورق عموما. اتفضل. الورق عندنا بينقسم لشقين، الورق الخاص بالطباعه اللي هو بيخش في طباعه الكتاب وطباعه الجورنان وطباعه المطبوعات عموما، والورق الخاص بالتغليف. كويس. دول نوعين من انواع الورق، الاثنين بيحصل عليهم زيادات في الانتاج المحلي، والاثنين انا بستوردهم بكميات كبيره. ورق الطباعة. انا اسف، واحنا ما عندناش صناعه محليه. لا انا هقول لحضرتك يعني ما انا قصدي عايز اعرف النسبه يعني ايه. هقول لحضرتك دلوقتي احنا الورق الطباعه طبعا احنا بنستخدم حوالي 40% لو المصانع الموجوده في مصر اشتغلت بكامل طاقتها. وبنستورد 60%، وهي عادة ما بتشتغلش بكامل طاقة. طبيعي. لأنها مصانع متهالكة، مصانع قديمة، ما بيحصلش عليها أي نوع من أنواع الصيانة، وفي أوريدي مصانع خرجت بره الخدمة. مع شوية إضرابات، مع شوية حاجات. لا يعني خرجت، في مصنع زي راكتا ده خرج بره الخدمة، ما عادش بيطلع، ما عادش بينفع. هو إدفو اللي شغال بس؟ إدفو هنا بس. وإدفو حالياً متعطل. كمان. فاللي شغال هنا. تمام. الورق الطبع بيشتغل بيفيدني في ايه؟ طب معلش انا اسف سؤال في مقاطعه، هي شغله صناعه الورق والانتاج المحلي ده مربحه ولا بتخسر؟ مربحه بس بتحتاج استثمارات عاليه جدا، وبتحتاج المدخلات بتاعتها. يعني انا شايف مصانع عماله تخرج من الخدمه. مصانع عماله ومفيش. لا بتخرج من الخدمه نتيجه انها كلها مصانع ملكيه عامه. الملكيه العامه دي ما بيحصلش فيها اي نوع من انواع الصيانه للمكن او قطع غيار او اهتمام. طبعا. بصيانه المكن ده، فبالتالي بتتهالك. وملكيه عامه على فكره مش بقول انها قطاع عام، هي مفهوم. ملكيه عامه لان هي داخل فيها بنك الاستثمار القومي والبنك الاهلي ومجموعه وشركه السكر في الحوامديه وكلام زي كده. وفي عندنا ورق التغليف
وده يمكن الاستاذ عماد ما اتكلمش عليه. عالم كبير، عالم كبير جدا الورق، من اول ورق اللي انت بتلف فيه اي حاجه من ال... طبعا الورق التغليف بيزيد، حضرتك مش هتقدر تنزل علبه دواء من غير النشره ومن غير العبوه. طبعا حضرتك مش هتقدر تنزل علبه لبن من غير العبوه بتاعت اللبن. صحيح. واقيس على ذلك جميع منتجاتك اللي انت الغذائيه والادويه و دي كلها محتاجه ورق تغليف. معلش بس عشان الناس تخش معانا، احنا هنا بنتكلم عن ان الكرتون بتعتبر حضرتك ورق. طب ما هو بيبدا بيبدا عشان بس محدش يقول لك ده لا ده انا بتكلم حضرتك. لا بتكلم حضرتك عن التغليف بيبدا، ما هو الكرتونه بتصنع من ورق، انا عندي مصنع كرتون ببدا بان انا بجيب ورق ممتاز وببدا اصنع الكرتون، فالكرتونه بتبدا بورقه. الـ 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 اي تغليف حضرتك، حتى لو تغليف خفيف، لو تغليف زي علبه الدواء زي النشره زي ما اديت الامثله، النشره دي ما هي ورقه، ورقه مطبوعه. طبعا لو حضرتك زادت تكلفتها زادت تكلفه الدواء اوتوماتيك. مظبوط، لان مصنع الدواء مش هيتحمل. طيب انا عندي بيخش كام حاجه في صناعه الدواء مثلا؟ انا عايز اخد صناعه الدواء، عندي النشره، عندي العلبه بتاعت العبوه الصغيره، عندي الكرتونه الكبيره اللي بتاخد كذا عبوه من العبوات الصغيره، ده كلهم ورق. صح، ده كلهم زادوا. صح. واخد بال حضرتك ازاي؟ طيب الورق الطبع ده حتى الاستيكر اللي على الاستيكر العلبه ورق نفسها، الازازه نفسها، كل ده يا فندم كل ده ورق. ورق الطبع بيخش عندي في ايه؟ بيخش عندي في الصحف، بيخش عندي في كتاب الوزاره اللي احنا بنتكلم عليه، الكتاب المدرسي اللي عندنا فيه مشكله كبيره. وانا يمكن بتكلم فيها بقالي فتره في الاعلام ومشكله كبيره جدا. المشكله دي اجل الطبع النص عند المؤسسات القوميه كمان. لا يا فندم، المؤسسات الصحفيه هي جزء من عندي من الغرفه وجزء من المطابع اللي بتعمل كتب المدرسي. ما هي المشكله فين عشان الناس تبقى متابعه، ان الصحف او المؤسسات القوميه مضت تعاقدات مع وزاره التربيه والتعليم طبقا للسعر القديم. مش بس دلوقتي محتاجه انها تورط بالسعر الجديد. السعر الجديد انا ادفع غرامه عدم الالتزام بالاتفاق احسن ما ادفع. هي المشكله ان اللي ما زالت الوزاره واقفه على حته اللي هو ان هي قالت ان المطابع اللي هتخرج من طباعه الترم الثاني هتحرم لمده سنتين من دخول الوزاره، يعني طبقا لكراسه الشروط اللي الوزاره حطها. بس انا بتكلم مش الصحف القوميه بس، لا، والمطابع الخاصه اللي بتعمل كتاب الوزاره عندها نفس الازمه، وازمه كبيره جدا. انا عندي اسعار الخامات زادت فوق ال 120%. طيب الورق المحلي كان ب 6400 جنيه طن ورق الطبع. انا بس نوهت عن ان ورق التغليف دي مشكله وازمه، وازمه كبيره جدا ومحدش واخد باله منها. انما خلينا نتكلم على ورق الطبع. الورق المحلي كان ب 6400 جنيه طن في شهر 5 اللي فات. المحلي و400 جنيه طن المحلي. وبحط حضرتك تحت كلمه المحلي دي مش كذا الاسباني ولا الفنلندي. لا 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 خالص، عشان ما نقوليش بقى سعر الصرف والدولار. الورق المحلي الشهر اللي فات 12600 جنيه طن، 110%. ليه؟ عشان ايه؟ ما انا هقول لحضرتك. انا هقول لحضرتك وجهه نظر انا وادفو كشركات منتجه للورق، ان ليه الزياده دي تمت. هم عندهم ثلاث مشاكل رئيسيه. عندهم مشكله دي ظهرت مؤخرا مع قانون القيمه المضافه، ان المدخلات بتاعه صناعه الورق اللي هي لب الورق والمعجنات اللي هي بتاعه صناعه الورق كانت معفيه في قانون ضريبه المبيعات، في قانون القيمه المضافه مش معفيه 13%. ال 13% وهو عنده الورق معفي، فاصبح ال 13% دي بقت جزء من مدخلاته. تمام. ما بيقدرش يخصمها تاني في الاخر. عنده مشكله خاصه بالطاقه وتسعير الطاقه. هو بياخد الطاقه ب 5 دولار ال 100 وحده حراريه. ال 100 وحده حراريه، ال 5 دولار دي للمصانع بتاعته. ماشي، ما تزودش قوي كده. طب ايه اللي بيزود عنده يا فندم؟ اللي بيزود عنده ان هو بياخد المصاصة القصب من شركه السكر اللي هي دي احد المدخلات اللي عنده، من شركه السكر في الحمديه نجاح حمادي. بمعادله سعريه مرتبطه بسعر الطاقه، بسعر الغاز. فبالتالي هو كل ما بيزيد سعر الغاز كل ما هو بياخد المصاصة دي بسعر اغلى. طبعا وده يعمل 100% زياده في لا طبعا يعمل 6400 12600 زياده طلب وقلة معروض هتؤدي لزيادة سعر. خلينا عشان نبقى بنتكلم صراحة. بس ده ينطبق أكتر ممكن على الأسعار اللي بيستورد من بره، يعني مبرر لأنه ما هو عنده زيادة طلب. أنت عندك الفترة دي، الفترة طلب دي طلب كتير وعندنا قليل. الفترة دي يا عماد، الفترة دي اللي احنا فيها حاليا هو عنده طلب لإنتاج جرامات قليلة لإنتاج البلوك نوت بتاع النتائج بتاع السنة الجديدة. صح. وعنده طلب لإنتاج الأجندات بتاعة السنة الجديدة، وعنده طلب لإنتاج الكتاب المدرسي بتاع الترم الثاني اللي لسه شغال، والكشكول والكراس. على فكرة بس عشان يبقى كلامنا واضح، ورق الصحف
99% منه مستورد، ما بيتاخدش من هنا ويدفع، ما بيتاخدش انتاج محلي، لانه حتى اظن الخامه تحته مش الخامه بتاعته والجرامات والكلام ده كله. والحكومه حاولت تخلي الصحف والمجلات، انا شفت بعيني بعض الزملاء اتكلموا مع رئيس الوزراء قال لهم طب خدوا الورق من ادفو، ما ينفعش، ما ينفعش في درجه البياض بتاعه الورق نفسه مش صالح بالظبط. فاحنا ورق الصحف ده بالذات ده مستورد، ده من 60% المستوردين اللي احنا بنستوردهم في حجم انتاجنا الورق. الورق اللي بتاع هنا وقفوا ده غالبا بيستخدم معظمه في العمليه التعليميه اللي هي بتخش الكتب، الكتب والكراس والكشكول وبقيه الحاجات اللي داخله في العمليه التعليميه اللي هي علاقه بالعمليه التعليميه. احنا عندنا نسبه زياده عدت ال 110% تقريبا في الورق بس لوحده. الاحبار زادت برضو، الاحبار زادت، الزنكات وبقيه الخامات زادت بنسب برضو متراوحه من 100 ل 110% او 120%. فلما تيجي الاهرام تصدر الجواب اللي هو بتاع 80%، انا لما يعني صحفيين كلموني قلت لهم والله ده مجاملاكم. انا قلتها بنفسي كده يعني كده يعني ايه يعني قل خيرا او اصبر. لا لا انا مش مع القرار، انا بالعكس انا 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 يعني القرار هي الاهرام مضطره انها تاخده، الاهرام مضطره انها تاخده. انا فعلا قدام تكلفه حقيقيه انا بقولها لحضرتك بالارقام، هي الاهرام مضطره انها تاخد القرار ده. طيب. ولكن ده بيأثر على الصحافه، هيأثر على الصحافه. طيب. هيعني الصحافه المقبوله. خلوني انهي هذه الجوله من الحوار واروح لفاصل، وانا قاصد ان انا هذه الجوله بهذه الصوره القاتمه من السواد اللي قد تبدي للبعض انه الصناعه كلها الورقيه والكتب والمدارس والصحافه الورقيه هتنهار. سيب حضراتكم تفكروا معنا بصوت عالي كده في الفاصل ماذا نفعل، ونرجع نحاول نطرح بعض الحلول بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. حواري موصول مع ضيوفي الكرام حوالين صناعه الصحف وصناعه الكتب والمشكله الكبيره، ووصلنا قبل الفاصل الى صوره اشبه بالقاتمه لمستقبل هذه الصناعه. هنحاول نفكر في حلول رغم ان الحلول قد تبدو صعبه، والحلول كلها في رايي هتنصب في اتجاه ان الدوله عليها دور مهم، لكن مع هذا الدور عايز اسمع افكار حتى من القائمين على هذه الصناعة ممكن نعمل ايه. والحل البسيط الموجود دلوقتي فيما يتعلق حتى بالصحف الأستاذ عماد هي فكرة ان احنا نعلي السعر. احد الاقتراحات الاساسية ظن الشخص ان الامور رايحة ان الجنيه يبقى ب3 جنيه. 3 جنيه غالبا يعني ما فيش بديل، لانه انا سامع اكتر من كده على حد الان ان هو ب3 جنيه. انا سامع ان في ناس بتقول 4 جنيه ولو نزلنا يبقى 3.5. 3 هتبقى معقوله، لانه هتبقى يعني حوالي 50% من الزياده. ماشي، بحيث ان يبقى في اقتراحات اخرى. البعض بيتكلم ان انت ممكن تخفض عدد الورق، ممكن تخفض عدد صفحات الالوان. كل دي حاجات مؤثره في طبعا. في المساله، وبالتالي التكلفه الاساسيه في الورق بتقل. لكن الجزء الاهم هو ازاي انت تعمل تبحث عن مصادر اعلانات اكتر، يبقى في حلول. انت محتاج الى حلول عبقريه يقوم بها. بس خلينا نتفق الاول قبل ما ننطلق لمحور الاعلانات وتنميه الموارد دي. لا انا بتكلم على مش بس الزياده، انت عندك عشان تعوض الفرق ده الكبير قوي. لا انا قصدي انه بنتكلم علشان نبقى بنقفل كل نقطه، انه فكره الزياده السعريه دي مصيبه كمان على المبيعات، لانه بالفعل دلوقتي في ازمه في المبيعات. ما انت بس الصحف القوميه والخاصه بالمناسبه. انا بقول لكل قارئ بيقرا جورنال وبيحرص انه يقراه، بالمناسبه مش معناه انه بيقراه يقول لك انا مش هقراه على الورق هقراه في الموقع. لا، ما هو الحل ايه؟ احد الحلول انا كتبت عن حاجه شفتها بعيني، صحيفه زي الفيجارو الفرنسيه. انت عشان تدخل على الموقع تقرا المقال، مقال مثلا لكاتب مهم عندهم او مجموعه الكتاب الاساسيين، بتدفع فلوس. عشان تخش على رسوم على دخول موقع الصحيفه، على مش الموقع، على الموقع الخبري، الماده الخبريه وصل فلان واستقبل فلان، متاحه متاحه، الحاجات اللي هي البريس ريليز، الحاجات العامه. كويس. لكن زي ما انت بتدخل على قناه تشوف ماتش مشفر، انت بتدفع فلوس. في لسه قصه بيحكيها لي الدكتور محمد ابو الغار، بيقول لي ان هو كان بيدور على النيويورك تايمز الامريكيه مش لاقيها مشفره، فالحد ما عرف عملوا عرض انه اللي ممكن يتاح لي جزء من المضمون بتاعها ب 50 ما يساوي 50 دولار 99 سنت في الاسبوع، اظن تعمل 50 دولار في السنه. ده جزء بدا كتير في بره، بي تو ريد او بي زي ما انت كده تدخل وانت قاعد في الفندق تدفع عشان تشوف فيلم.
مفهوم. اللي كانت بتعمله شو طيب زمان لو حد فاكر يعني صحيح. او له السن لاحقا مظبوط. فده جزء من الحاجات واحنا داخلين له. وناس كتير يقول لك بس المصريين اتعودوا يقروا ببلاش او يشوفوا الجورنال على موقع ببلاش. لو انا شفته ببلاش انا محتاج ادفع فلوس للمحرر وايجار للمكان مزبوط. احنا مش يعني ونجيب سكر عشان الناس تشرب شاي. في مشكله في السكر في الـ في الـ في الجرايد صحيح مش الجرايد بس كل حاجه. لا يعني انا بقول لك في حاجات كتيره تفاصيل الناس بتتصور انه الجورنال ده بيتعمل من الهواء. مطلوب مؤسسه زي الاهرام اللي بتتولى توزيع غالب يمكن ما بين 70-80% من الجرايد ان هي تشوف حاجه خلاقه ومبتكره. مش معقول ثلاث عربيات الاهرام والاخبار والجمهوريه ماشيين ورا بعض في شارع التحرير ولا شارع السودان في حته واحده. ازاي انا اقدر اوصل زي ما انت عايز تاخد مني تكلفه الورق كلها وتكلفه التوزيع. انت بتاخد 23 قرش تقريبا على او 46 هترتفع على النسخه الواحده في التوزيع. Yeah. طبعا. طب انت هتوصلني لفين؟ انا عايزك تروح للقرى المدن اسواق جديده مدن جديده. كل دي افكار صح. يعني انت مش انت يا اهرام او يا اخبار او المؤسسات الكبيره المحترمه دي مش هتاخد مني الفلوس دي بس مقابل الخدمه الروتينيه المجانيه. صحيح. طيب معلش رغم ان انا عارف بس المشاهد ممكن يسالك ويقول لك انتوا ازاي بتشتكوا يا صناع الصحف وانتوا بنفتح الصحف نلاقيها مدروزه صفحات اعلانيه؟ طيب اولا يا ريتها تبقى مدروسه. انا بقول لك ما المساله ببساطه كوتت او حصه الاعلانات في مصر في الفتره بعد 2011 انخفضت للنص تقريبا. لاسباب متعدده منها الازمه اللي في مصر الازمه الاقتصاديه منها الازمه اللي في المنطقه في ازمه في الازمه اللي عندنا موجوده في كل الصحف العربيه. صحيح. يعني ليا صديق قال لي والنبي ما اعرفش تكلم لي جورنال ايه في الخليج اصحابك فبكلمهم اقول له ده احنا بنعمل عمليه تقشف. في التقشف موجود في كل مكان لكن الدرجه هي اللي بتختلف. صح. لان الازمه شامله فبالتالي علينا ان احنا نبص على حلول خلاقه. القارئ اللي عايز الصحيفه ايه هي قيمه الصحيفه او التلفزيون بتاع حضرتك؟ انت بتزود القارئ او المشاهد المحترم بمجموعه من البيانات الصحيحه والمعلومات والتحليل عشان يقدر يكون رايه وبتساعد صانع القرار ان هو يكون صوره عامه. فان لم يقم المشاهد او القارئ وصانع القرار او الدوله بدعمك طب ما انا مش هتلاقيني. صحيح. طب لو مش هتلاقيني هل انت متصور ماشي؟ طيب عشان اسمع راي الاساتذه الدوله هنا دعمها يتمثل في ايه؟ من اول الدعم المباشر ان يبقى في عداله في انك انت تعمل منافسه صحيحه. منافسه صحيحه في السوق ما تدعمش حد وتدعم التاني اذا احنا اتفقنا ان احنا كلنا بتوع الدوله. بتوع الدوله مش الحكومه في فرق مفهوم كبير. مفهوم. الدوله هي تشمل الجميع المعارض والمؤيد واللي نص نص كلنا صحافه مصر. كلنا صحافه مصر والصحافه دي ازدهارها قوتك النعمه الحقيقيه. انا بتكلم بجد محدش واخد باله انت الصحافه المصريه اهم صحافه عربيه والسبب الاساسي فيها خبرتها وتاريخها وحريتها حتى مع في اسوأ الاحوال. هامش الحريه البسيط بيخلي لك قيمه. صح. انت ادرى مني لما بتشوف الناس بره وقيم يعني زي ما احنا بنتباهى انه فيهم ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ومحمد فوزي والزمالك واحيانا الاهلي احيانا يعني والاهلي والزمالك والاسماعيلي ماشي بيبوظ كل كلامه اللي فات عمال اقول له مظبوط بتبوظ كل كلامه اللي فات. ان انت محتاج تحافظ على الصحافه المصريه طبعا والفن لا لا الصحافه والاعلام في مصر هرم. فبالتالي ارجو من الساده المسؤولين ان هم يبصوا للمساله نظره مختلفه. نظره انك انت من مصلحتك انك تقوي هذه الوسائل. ولما بنقول صحافه مش مقصود بها الصحافه الورقيه بس لانه كما تعلم في ازمه اكبر موجوده كمان في كل صناعه الميديا في مصر. صحيح. متمثله صحيح. في نقص الاعلانات والأزمة الاقتصادية الشديدة اللي احنا بتضربها. طيب. اسمع مقترحاتك يا باشمهندس. بص حضرتك في مش عايزين بقى سواد عايزين نشوف سواد. نطلع ازاي من الأزمة. هو مفيش سواد طول الوقت بالمناسبة. طيب يعني توصيفة يعني انك انت توصف المشكلة ده بداية حلها كويس ولو ما عرفتش توصف المشكلة مش لا صحيح تشخيص بداية الحل بالظبط. من بين كل ما يستخدم الورق في الطباعة في مصر الشيء الوحيد اللي مرشح انه يتصدر ويجيب لك عائد هو الكتاب الفكري والابداعي. يعني انت مش هتصدر صحف. صحيح. مش هتصدر كتب مدرسيه. ابواب دوائيه، مش هتصدر كتب مدرسيه، مش هتصدر حاجه تستخدم الورق خالص في مصر غير الكتاب الفكري والابداعي. صح. وهذا ما تقوم به دور النشر الخاصه ودار النشر المملوكه للدوله اللي هي الهيئه المصريه للعمل الكتاب. فده المنتج الوحيد الذي يستخدم الورق وتقدر ترجع منه عائد عمله صعبه وتقدر ترجع منه اهم من العمله الصعبه انك تستعيد قوتك
وتأثيرك الفكري. طيب عشان يبقى الكلام بتاع حضرتك موصول، هل الإبداع المصري والكتاب المصري الآن مطلوب بره؟ آه مطلوب. ما أنا عشان أقول للدولة دعامي وحط فلوس وكذا. لا لا أنا مش عايز الدولة تدعم وتحط فلوس. إن سوقه موجود. لا لا أنا مش عايز الدولة تدعم وتحط فلوس. أمال عايز إيه؟ أنا عايز الدولة تهتم ببنى نفسها. كويس. لو الدولة اهتمت ببنى نفسها أنا كناشر هنتعش. إزاي الدولة تهتم ببنى نفسها؟ الدولة عشان تتقدم لابد لها من يبقى عندها مواطنين يمتلكوا علم ومعرفة. حلو. الكتاب مصدر مهم إن لم يكن المصدر الأهم للعلم والمعرفة. مظبوط. كيف تنشئ مواطن صالح يساعدك على التقدم دونما علم ومعرفة؟ أنت معني بإنشاء مواطن صح. بعلم ومعرفة؟ أنت هنا أصدق عشان الكلام يبقى مباشر إنه دور أساسي مثلا لوزارة الثقافة. لا فين؟ لا 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 مش وزارة الثقافة حضرتك. يا لا لا أنا بقى ولا أنا بقول لك أهو ما فين دور وزارة الثقافة في فكرة نشر الوعي بتاع فكرة كتاب لكل مواطن. والله لا أنا وإن إحنا نتحول زي بره كده إن مفيش حد قاعد في المترو إلا وبإيده كتاب صغير عمال يقرا منه. أستاذ تامر ده بينشأ إزاي؟ ده بينشأ بيه الأول الاحتياج أو الإجبار يعني فالاحتياج فالتعود فالمتعة فيجي لك سايح يقطع آلاف الكيلومترات عشان يستمتع بالشمس عندك ويستمتع بالقراءة على البحر وتبقى أنت قاعد مستغرب أنت رايح تعمل حاجات على البحر غريبة ومستغرب هو الراجل ده جاي سايب البلاد دي كلها عشان يقعد يقرأ. لأن القراءة بالنسبة له متعة. كيف نشأت هذه المتعة؟ أنت وأنت طفل في المدرسة بجبرك الأول أنك تقرأ. بعد كده بجبرك بأنك أنت ليك أعمل سنة وليك درجات تفوق ثقافي اللي هو مش موجود. عندك تفوق رياضي لكن ما عندكش تفوق ثقافي. بعد شويه اللي هي زمان كانت في بعض مدارسنا بيعملوها اللي هي اسمها الاطلاع يقول لك ادي المنهج طبعا مش موجود وانت هتطلع على كتب خارجيه عامله ازاي. ما هو الحقيقه ده مش موجود لسببين. اولا انت ما بتعملش ده ثانيا انت ما عندكش مكتبات في المدارس. ولما يبقى عندك مكتبات انت لا تزودها. صحيح. فانا مش معنى ان مكان للناس تقعد فيه انا مش معنى الحقيقه بان الدوله تقدم لي دعم مباشر بس تكفيني شرها. يعني ما تغليش على ايجار المعرض ما تغليش على تعمل معرض محترم ما يبقاش سويقه كتاب وهكذا. انا انا عايز تكفيني شرها لكن انا معني ان الدوله تبقى معنيه ببنى نفسها ببنى المواطن بتاعها. صح. لو الدوله بنى وتنشا الجيل الجديد صح هتحتاجني لوحدي هروح بشكل تلقائي هتحتاجني كناشر. صحيح. هتحتاجني كمبدع. ده كلام مظبوط. لو انت اهتميت بده فهي المعادله بسيطه وواضحه. صحيح. انت تعرف حضرتك ان وزاره التربيه والتعليم لم تزود مكتبات المدارس من 2011. تعرف حضرتك ان المكتبات العامه في مصر ميزانيات تزويد عندها تكاد تكون صفريه تكاد تكون صفريه. طب انت يعني عايز تقري الناس ايه؟ هو انت عايز تقري الناس؟ ما انت لازم الناس تسال نفسك كدوله كده انا محتاج الناس تقرا محتاج الناس تعرف محتاج الناس تتعلم. اكيد كل بالظبط لو اجابتك هقول لك اسمع كلامك اصدقك اشوف عمرك استغرب عملت ايه قول يا استاذ. احنا اولا بس انا بختلف مع الباشمهندس اسلام ان لا انا اقدر اصدر عبوه الدواء واقدر اصدر وفعلا انا اوريدي بصدر عبوه الدواء يعني فمش عايزين يعني في الورق طبعا الكتاب واهميته في التصدير ده طبعا له اولويه انما الباقي بيتصدر. خلينا نتكلم في حلول عمليه شويه بعد اذن حضرتك. يعني احنا عندنا النهارده علشان نحاول ان احنا نحل الازمه دي لان بقت في ازمه فعلا حقيقيه لازم الدولة تعتبر أن صناعة الورق عموما هي صناعة استراتيجية بالنسبة لها لا تقل أهمية عن صناعة الدواء والغذاء. كويس. لأنه ده مكمل لهذه الصناعة وتتبنى مشروعات استثمارية كبيرة لصناعة الورق وتزود في المصانع الورق اللي موجودة عشان نقدر ننتج إنتاج محلي. ورقم اثنين تمنع تصدير الورق في الفترة الحالية. تمنع تصدير الورق. أنا ما ينفعش إن أنا بقى بنتج 40% من الإنتاج بتاعي وبحتاج 60% مستورد وبصدر وباخد عليه دعم صادر. طب أنا بصدر ليه؟ ما أنا برجع أستورده تاني. يعني الدولار اللي خارج أنا صحيح. برجع يعني أنا أصدر لو مش محتاج أستورد من بره. صح. ولازم أمنع تصدير الدشت. أنا عندي كميات غير طبيعية من نفايات الورق بتتصدر. كميات غير طبيعية وهي دي اللي داخلة في صناعة الورق الجديد. وإحنا بنعرف هنا نعمل له تدوير؟ لا ما بيتاخد في دبي وفي جبل علي وبتاع بيتعمل هم بيعملوه هم بيعملوه احنا بقول ما انت حمنا تصديره. طب هيفضل لي هنا انا عندي بقى طبعا في ورق التغليف في ورق التغليف بالتحديد العنصر الدشت ده او النفايات الورق دي بتخش طبعا عنصر اساسي جدا في الانتاج وعنده عجز يعني اوريدي عنده عجز 60%
من الدشت. تمام. يعني مصانع واقفه نتيجه انها مش لاقيه دشت. انت عارف حضرتك انك بتصدر دشت بضعف الورق اللي بتستورده. بالظبط كده. انت بتستورد ب 200 مليون دولار، بتصدر دشت ب 400 مليون دولار. اوف. اعمل رسم، انا اعمل رسم صادر عالي على الدشت حاليا عشان امنع تصديره لغايه ما تجاوز الازمه دي. ما انا ما لازم ما ابصش بنظره ضيقه، انا عايز دولار، انا عايز دولار. ماشي، عايز دولار اصدر الحاجات القابله للتصدير، انما ان انا هصدر دشت وارجع استورد بعد كده ورق بقيمه اعلى بكتير، طب ما ده حرام. صحيح. كده بهدر. فحضرتك بتطالب اولا بوقف تصدير الورق مؤقتا. مؤقتا. نمرة 2، وقف تصدير ملفات الورق والدشت اللي بيستخدم في صناعة الورق، محاولة إيجاد معادلة سعرية للطاقة بالنسبة لمصانع الورق وبالنسبة للصناعة. الصناعة كلها بتتأثر، محتاجة فعلا دعم. الصناعة كلها بتتأثر يا فندم بسعر الطاقة الجديد. أنا السعر الضعف عليا كصناعة، إن كان هو مثلا بخمسة دولار، كان الخمسة دولار ده بثمانية جنيه وكسور، أصبح ب18 وب17 وكسور. فالسعر ده في مؤثر على كل الصناعات. لازم الدولة تنظر ان اولا مش هينفع الدولار الجمركي والدولار المرتبط بالطاقة يفضلوا متسابين كده لقانون العرض والطلب. مزبوط. لازم الدولة تثبتهم وتعمل رقم سعر. والحقيقة ان احنا مع متهيألي يعني لو انا فاكر صح، مع تحرير سعر الصرف كانت سامع تصريحات حكومية بتقول كده ان احنا هننظر في فكرة الدولار الجمركي، مش تثبيته بس على الاقل وضع رقم للدولار الجمركي زي ما بيحصل دلوقتي. يعني انا كنت معايا الاسبوع اللي فات وزارة التربية والتعليم، وكانوا بيتكلموا ان هم عاملين اجتماعات متواصلة مع المدارس الاجنبية عشان يعملوا دولار مدرسي، لانه الناس اللي كانت بتدفع بالمصاريف ولادها ما يقابل الدولار، كانت بتدفع ما يقابل 8.88، دلوقتي بتدفع 18، فثلاث ارباعهم هيخرجوا ولادهم من المدارس السنه الجايه. لو هو الفكره ان انت بقى بتاخد ضرائب من الناس دي توازي المصاريف اللي بياخدوها من ناس مين؟ من صاحب المدارس الخاصه كلهم المفروض تاخد الضرائب من الجميع. المفروض بس الدولار الجمركي. طيب انا عايز جمله اخيره. اتفضل يا استاذ. الدولار الجمركي بس كمعلومه رجعوا فيه وقالوا انه هيتحدد كل وقت في الوقت السعر بتاعه القائم. مرة تانية ان احنا الدولة عليها ان تعيد النظر وتنظر مسألة مش بس فلوس بس. انا يعني حتى بمناسبة الكتب والاسعار كنت بسأل الباشمهندس ابراهيم معلم وهو صاحب دار اهم نشر اظن في المنطقة العربية الشروق، ليه كتبكم غالية؟ فهو الراجل قال لي طيب اعمل كتاب غالي افضل بفلوس كويسة، اولا دي تكلفته الطبيعية ده قبل الدولار. دلوقتي انت لو ما ساعدتش دور النشر دي هنقف، والكتاب المصري كتاب في منتهى الاهمية. انت لازم يبقى الشرطه المصريه كمان تبذل جهد اكبر في مكافحه التزوير، لان اللي بيحدث ايه؟ الراجل ده يطلع ايمانات ويعمل كتاب وبتاع ويصرف ويدي المؤلف، ها؟ ويجي واحد تاني ياخده يروح ضربه في بيروت ولا في اي حته وتحت بير السجن زي اللي بيحصل في مناطق متخصصه في ضرب الكتب زي بير السجن. محترم، هتدفع للمؤلف المفروض بتدفع له فلوس. فبالتالي زي ما هتدعم الجورنال، زي ما هتدعم الكتاب، زي ما هتدعم الفيلم، دي الصناعه الثقيله الملكيه يعني الصناعه دي، صناعه الابداع الثقيله دي اهم حاجه عندك. الدوله تنظر لها بعيدا عن المكسب والخساره، اعرف ان انا ايه العائد الكبير اللي راجع لي. صحيح. احنا لحد دلوقتي في افريقيا اشتغلنا شويه في الستينات بنجري في الكلام ده لحد دلوقتي. مظبوط. باذاعه صوت العرب احيانا وفي المنطقه العربيه. لا احنا لو فقدنا قوتنا الناعمه في التاثير هيبقى فقدنا كل شيء. فبالتالي لا يفرح البعض بانهيار صحيفه هنا او فضائيه هناك، لانه الثمن سندفعه لاحقا. صحيح، ده كلام محترم. انا بشكركم شكرا جزيلا، شرفتوني ونورتوني، واتمنى ان الكلام اللي احنا قلناه النهارده يصل الى مسامع صناع القرار، سواء الوزراء في الحكومات كله في تخصصه او رئيس الجمهوريه حتى، لانه احنا بنتكلم على صناعه اعتقد انها استراتيجيه لها علاقه بفلوس، والاهم من الفلوس هي صناعه العقول، ولو فقدنا العقول في مصر يبقى فقدنا كل شيء. بشكركم شكرا جزيلا، شرفتوني ونورتوني. بشكر حضراتكم. خلصت حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره على خير ان شاء الله.